السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى تكون كلكم بخير. في الفيديو ديال اليوم كما غادي تشوفوا ماشي وصفه ماشي خياطه وفقط يعني فيديو جيت باش يعني نكون دائما على تواصل معكم. بغيت نعطيكم فقط استفسار على علاش ما بقاش حطيت فيديوهات هاد الايام الاخيره، فنظرا للذهاب ديالي للمغرب فما غاديش ما حطيتش فيديوهات سابقا وما قدرتش غادي نحط فيديوهات من بعد. يعني غيكونوا فيديوهات ولكن قدروا يكونوا فيديوهات مختلفين او فيديوهات يعني ديال الطبخ ولكن ماشي غادي يكونوا بواحد الصفه اللي هي مستمره كما عودتكم دائما. كما تشوفوا هنا راه فقط غنتقاسم معكم واحد اللحظات ديال السفر ديالي. كنا مشينا في الطوموبيل، بصراحه ما قطعناش، مشينا غير في الطوموبيل. كانت يعني واحد الرحله اللي هي زوينه مالغري كان الحال سخون بزاف. هنا دخلنا باش نرتاحوا شويه. صراحه انا جيت نشوف غير الاثمنه، لقيت اثمنه خياليه كالعاده في ستاسيون، اي ستاسيون ديال الغازوال كيكون كلشي غالي، جاني كلشي غالي وبالتالي قلت يعني قرار اخير خديت قهوه وخرجت في حالي. يعني الانسان بصراحه انا كلشي جيتو معايا غير فقط دخلت غير نشوف لي زعما كانت شي حاجه ولا شنو، ولكن كلشي بصراحه كان الثمن ديالو يعني كما دائما لا في المغرب ولا في اي دوله راه كيكونوا ستاسيون ديما ديال الغازوال كيكون فيهم كلشي غالي. فخديت قهوه ديالي وخرجت في حالي. الجو كان زوين بصراحه، الجو كان زوين كان بارد يعني حتى دخلنا لاسبان وكان باقي الجو شويه بارد، جو زوين ما نعرفكم تشوفوا زوينين. يعني الرحله في الطوموبيل واخا كتكون متعبه ولكن كما يعني الناس كاملين اللي كانوا مشاو معنا واللي تلاقينا معاهم يعني كيقول لك واخا متعبه ولكن هذه هي الحلاوه ديال السفر بصراحه. ملي كدوزي يعني دوزنا تقريبا 48 ساعه في الطريق ولكن كتمتعي، يعني كتشوفي شي حوايج اللي ما يمكنش تشوفيهم بالطياره ولا حتى الناس اللي كيمشيو بالباطو ما يمكنش يعني ممكن تدوزي واحد اللحظات كما كدوزيهم بالطوموبيل، كتوقفي الوقت اللي بغيتي ترتاحي. هادو كان في اسبانيا هاد الترانجي هذا. رحنا وصلنا لسبليون، الجو كان زوين ولكن بصراحه غير كتوصلوا وصلنا قربنا حدا مدريد وكان الجو سخون 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 بزاف بالنسبه للناس اللي يلاه غيشدوا الطريق. فمن احسن يعني ما يقولوش عليهم الباجاج ويجيبوا يحاولوا يعني على قدر المستطاع انه يهزوا معاهم الماء بارد واي حاجه بارده باش يعني سورتو اللي عندهم الوليدات الصغار ويوقفوا كل ساعتين ضروري يوقفوا باش يرتاحوا. هنايا لفت الانتباه ديالي واحد المدينه في اسبانيا سميتها سوريا، قلت نتقل على الكاميرا حتى تشوفوه كاملين. فعمرني ما يحسب لي كاينه شي مدينه في اسبانيا سميتها سوريا. يعني مناظر اللي هي زوينه هنا كما كتشوفوا الجو تبدل تماما. انفوا دخلنا لمدريد تبدل الجو كيكون سخون بصراحه، راه وصلت حتى ل 45 درجه. يعني كدوزي من واحد درجه حراره اللي هي هابطه لواحد درجه حراره اللي هي كبيره. وتبارك الله الناس اللي كيشدوا الطريق ديال المغرب راه عارفين اطول طريق هي ديال اسبانيا. سرحي عينك وكيبان شكل حد وانسان كيكون ديجا عيا. فيعني كما قلت لكم كل جو سويع بنادم يجلس يرتاح على الاقل واحد نص ساعه، ضروري يسترخي واحد نص ساعه ويشرب الماء ويرتاح. حتى الوليدات هما كيملوا في الصراحه من الجلوس في الطوموبيل يومين راهم بزاف. هنا تقريبا رحنا وصلنا حدا ملاقا وقربنا جيت الباطو هنايا كما كتشوفوا. هنا رحنا مازال في خزيرات غادي ندخلوا باش نقطعوا. في الصراحه كاينين واحد الناس يعني كيقطعوا على الخارج، هذه فكره بالنسبه للناس تقدروا تقطعوا حتى تخرجوا يعني من الباطو. طلعت لينا حنا رخص ناقصه 50 اورو، 50 اورو على البيي الا قطعتي لداخل. الا قطعتي لداخل كتكون زايده 50 اورو، الا قطعتي على برا كتكون ناقصه لك 50 اورو. وهنا كما تشوفوا هنا راه هنا دخلنا لداخل. الصراحه اللي كيجيو في الكار كيتعذبوا بزاف، خصهم يهبطوا يدوزوا الباكاج ديالهم كامل. كان في الصراحه واحد الكم هائل. تعطل الباطو تقريبا ثلاثه السوايع. حنا قطعنا يعني مع ديك مع تقريبا 11 ونص مع الوحده ركبنا وكما كتشوفوا هنا هذا الباطو ملي وقف يعني واحد صراحه الجاليه اللي كتعيش في الخارج بصراحه كتدخل امكانيات هائله، امكانيات ماديه هائله المغرب بصراحه. وما ما كيتستقبلوش. حنا الحمد لله دزنا السفر ديالنا في ظروف اللي هي زوينه ولكن شنا الناس كما كتشوفوا هنا صورتهم غير بالزربه يعني تكرفصوا بزاف في الديوانه. كنوصي الناس انهم ما يجيبوش الباجاج بزاف، ما يبقاوش يعرموا اي حاجه يجيبوها، يعني تمحنوا الناس في واحد السن اللي هما يعني ما كيستحقوش انهم يتمحنوا بهذيك الطريقه.
علاش حتجيب الباكاج بزاف؟ هنا تقريبا راه حنا كلشي كيعرف هاد القنطره فين. خرجنا من الديوان ارتاحينا شويه في داك ستاسيون اللي على الخرجه ديال طنجه، جلسنا ارتاحينا تقريبا جوج سوايع حتى صباح الحال. ملي صباح الحال فطرنا صافي هنايا وشدينا الطريق البلاصة فين كنسكنوا. يعني الرحلة دازت بصراحة زوين، دازت رحلة زوينة ودازت يعني عادية، ما تعبناش فيها بزاف واخا كانت الحرارة مرتفعة. هذا كما قلت لكم يعني فقط واحد الفيديو باش نكون دائما على تواصل معكم، جيت باش نفسر لكم سبب الغياب ديالي قبل، وان الفيديوهات غادي يكونوا قليل ماشي بحال الفيديوهات اللي عودتكم دائما حتى تسالي العطلة الصيفية، وغادي نكون معكم على استمرار. كنقول لكم دائما بقاو معايا، واللي كتشوفوا القناة لأول مرة اشتركوا وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، ما تبخلوش عليا بالتعليق وبالبارتاج. كنقول لكم عطلة سعيدة ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.